للمزيد تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء، مرحبا بك. إذا ما الذي يحدث في جنين؟ جنين ربما عاد مرة أخرى هذا المخيم إلى واجهة الأحداث. صحيح، إذا مخيم جنين إلى الواجهة مرة أخرى، ولكن ليس في المخيم وإنما في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، حيث حوصرت هذه البلدة لأكثر من 5 ساعات ولربما أكثر. نتحدث عن أن قوات الاحتلال تمركزت على طول الشارع الرئيسي وايضا لمحيط المدارس وايضا لمديريه التربيه والتعليم في بلده قباطيا، حيث فصر حي باكمله وايضا عدد من المدارس المتاخمه لتلك الاحياء. بعض المدارس قد اخليت تماما من الطلاب، وخاصه البعيده جدا عن الاحياء التي قامت قوات الاحتلال بمحاصرتها، ولكن هناك مدرسه وهي من البلدة قامت قوات الاحتلال بمحاصرتها وأيضا إلقاء قنابل الغاز على الطلبة، مما أسفر أيضا عن اختناق عشرات الطلاب بالغاز المسيل للدموع. وأيضا نتحدث عن إصابة لأحد الطلاب عبر العشوائية التي قامت بها قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص الحي على الطلاب الفلسطينيين. ولكن ما حدث في بلدة قباطيا بالتحديد في الأحياء المجاورة لهذه المدرسة هي محاصرة عدة منازل وأيضا اعتلاء قناصة الاحتلال على أكثر من منزل، ونتحدث أن قوة من المشاة قامت بالتنكيل بعدد من الشهداء، حيث قامت بمحاصرة أحد المنازل وقصف بعدد من القذائف الإنيرجا، وبعد ذلك اعتلت على أسطح هذه المنازل ونكلت بجثامين الشهداء الفلسطينيين على سطح أحد المنازل، وحيث كان هناك الفلسطينيين يشاهدون التنكيل. وأيضا قامت قوات الاحتلال من مسافة صفر بإطلاق النار على أحد الفلسطينيين الذين هم على سطح هذا المنزل، ربما كان على قيد الحياة أحد هؤلاء الشبان، ولكن بعد أن أطلق جنود الاحتلال من مسافة الصفر على هذا الشاب ارتقى شهيدا. نتحدث عن 3 شهداء كانوا على سطح هذا المنزل، وبعد ذلك قامت قوات الاحتلال برمي هذه الجثامين من علو هذا المنزل على الأرض. بعد ذلك قامت قوات الاحتلال وخاصة جرافة الاحتلال بالتنكيل بهؤلاء الشهداء، حيث وضعت الركام على أحد الجثامين ونكلت بجثمانه. نتحدث عن أيضا هناك قصف بالطائرة المسيرة لمركبة في بلدة قباطيا أسفرت عن استشهاد الشهيدين. نتحدث الآن عن 5 شهداء، 3 من الجثامين التي كانت ملقاة على سطح المنزل الذي قامت قوات الاحتلال بتفجيره وأيضا بتجريف هذا المنزل بجرافة من نوع D9، ونتحدث أيضا عن قصف للطائرة المسيرة لمركبة فلسطينية كان يتواجد بها شابين من الفلسطينيين. نتحدث لغاية الآن نتحدث عن 5 شهداء في بلدة قباطيا. إذا هذا حصيلة هذا الاقتحام الذي كان موسع وكبيرا جدا لبلدة قباطيا، حيث كانت الاشتباكات المسلحة التي دارت في المكان ما بين المقاومين وأيضا قوات الاحتلال، ونتحدث عن سماع دوي انفجارات ما بين الحين والآخر لإعطاء بعض آليات الاحتلال التي كانت متوغلة في تلك المنطقة. طيب، ولا هذا عن جنين، وأنت أشرت إلى أن الحدث الآن في جنين المدينة وليس المخيم. طيب، وردنا قبل قليل ولا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في قلقيلية، هل توفرت لديك معلومات حول هذه الاقتحامات؟ يعني إحصائية معينة لا يوجد، ولكن قوات الاحتلال تقوم يعني عند هذه الساعة تبدأ الاقتحامات الليلية في الضفة الغربية، تقوم بمداهمة عدد من المنازل واعتقالات في صفوف المواطنين، ولربما نتحدث أيضا عن تخريب لمحتويات المنازل الفلسطينية. بعض الأحيان يكون هناك سرقة في المصاغات الذهبية التي تعود للنساء الفلسطينيات، ونتحدث عن سرقة للأموال الفلسطينيين. هذا ما يعني يسفر عن هذه الاقتحامات الليلية أو حتى اعتقالات واندلاع مواجهات ما بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين الغاضبين ضد هذه الاقتحامات. ولكن نستطيع القول بأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد تحدثت عن
حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال في مخيم الفوار، حيث طالت 50 فلسطيني على الأقل من هذا المخيم، وكان هناك اقتحام موسع لمخيم الفوار. نتحدث عن عمليات الهدم التي طالت في بلدة بيت عوة في مدينة الخليل، هدم لمنزلين في المناطق المسمى بحسب التقسيمات الإسرائيلية هي منطقة حسب التقسيمات الإسرائيلية بمنطقة باء. أيضا نتحدث عن أن هناك عدد كبير من المعتقلين منذ 7 أكتوبر لغاية هذه اللحظات، نتحدث عن أكثر من 10,700 فلسطيني على الأقل من مختلف محافظات الضفة الغربية. أيضا هيئة شؤون الأسرى والمحررين تحدثت في بيانات لها بأن الحالة الصعبة والمريرة والقاسية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال، سواء في سجن مجدة وفي سجن ريمون وغيرها من المعتقلات المنتشرة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، حيث أيضا الأشبال يعانون من مرض ما يسمى بالجرب، بحيث أن قوات الاحتلال لا تقوم بإعطائهم أولا المواد التنظيف اللازمة أو حتى يعني وقت كافي للاستحمام، ناهيك عن الاكتظاظ الكبير. الآن نحن نتحدث عن اكتظاظ بشكل كبير في عدد من سجون الاحتلال، بفعل أنه منذ 7 أكتوبر كثفت قوات الاحتلال من حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين. نحن نتحدث عن أكثر من طيب ولا أنت نعم فيما يتعلق بهذه الاقتحامات الليلية التي أشرت أنت إلى أنها تكاد تكون سنة إسرائيلية ليلية في مدن الضفة الغربية هذه الأيام، أحيانا يحدث اشتباكات سواء قبل أو بعد هذه الاقتحامات بين مواطنين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين ربما ينتج عن هذه الاقتحامات، هل رصدت شيئا من ذلك هذه الليلة؟ صحيح خالد، لغاية الآن لم تكن هناك أي اشتباكات، فقط في بلدة قباطية جنوب جنين حيث كان الاقتحام الموسع لهذه البلدة، وكان هناك اشتباكات مسلحة عنيفة جدا في هذا المكان. ولكن يعني عندما نتحدث الآن باتت يعني شبه نهج للاحتلال الإسرائيلي بالاقتحامات الليلية منذ 7 أكتوبر، يعني كان هناك العديد من الاشتباكات. نحن نتحدث عن مخيم جنين، مخيم طول كرم، مخيم نور شمس، ومخيم الفار، ومخيم العين، ومخيم أيضا عقبة جبر، وغيرها من المخيمات الفلسطينية، ناهيك أيضا عن قلب المدن، مدينة قلقيلية ومدينة نابلس وغيرها من المدن التي يعني عندما يكون هناك اقتحامات موسعة لقوات الاحتلال تجاب هذه الاقتحامات وتتصدى لها الكتائب المنتشرة على مختلف محافظات الضفة الغربية بالاشتباكات المسلحة أو حتى بالانفجارات بالدوي الانفجارات، وهي من الانفجارات المحلية الصنع من قبل المقاومة الفلسطينيين. نحن نتحدث أكثر من منطقة دخلت على الخط وخاصة الاشتباكات المسلحة منذ زمن بعيد، لم تشهد الضفة الغربية اشتباكات مسلحة أي منذ عام 2000، الاجتياح وهو عملية الصور الواقع التي تعرف إسرائيليا وفلسطينيا ما تعرف بانتفاضة الأقصى، لم تكن هناك اشتباكات مسلحة، يعني منذ عام 2006 لم نسمع عن هذه الاشتباكات المسلحة حيث انتهت هذه الانتفاضة، والآن عادت من جديد إلى الواجهة الاشتباكات المسلحة. وأيضا نتحدث عن عمليات إطلاق النار في مختلف محافظات الضفة الغربية على أهداف عسكرية وأيضا على المستوطنين، نتحدث أكثر من 10 مستوطنين وحتى من جنود الاحتلال كانوا هناك قتلى على إثر هذه العمليات التي وأيضا الاشتباكات المسلحة التي تدور في عدة مناطق من الضفة الغربية. شكرا لك ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، شكرك.